كباله ما اتكلمش وما قالكش طلب مني التشريف، مش هو كباله بنفسه في الحوار قال مش الاسطوري زي ما هتكلم. بس قال لك ايه؟ بس لو امام لا لا بس عايز يرد بس يا يرد. محمد، لا يا محمد ادي تعظيم سلام لشيكابالا، قال في كلام هو لا يقال في الاعلام. هو لا 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 يا محمد طلبت الشت لا 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 يا محمد قال في كلام لا يتحكي يتقال في الاعلام. بس قال ايه؟ لو امام على عايز يرد يرد، لو امام عايز يرد يرد. اه رد يا باكا. بص مين اللي رد؟ يا باكا بعد اذنك يا عبد الشافي رد انا هنا يا عم. بلاش تقول كذبه وتصدقوه يا عبد الشافي. يا عم خليه على هواك والله. خليني والنبي لا ارد هنا في حته لو سمحتوا يا جماعه. في حته مهمه قالها شيكابالا محترمه، قال ايه؟ قال له لما قال له ايه قال له كنا اللي احنا شايفينه في النادي انه زملكاوي مجنون ولن ازيد على ذلك. بس عادي، ايه المشكله؟ ماشي يعني ما ما يا ما ناس بتكلم زملكاويه وبيت اهلاويه. طيب. ده اللي خد يعني بعيد عن اهلي وزمالك. ده ناس كتير من ريال مدريد راحت برشلونه يا فندم. اشتغلوا بنفس يا مهدي. ده طبيعي في كهربا كان في الزمالك. انا بحب الزمالك استاذ عبد الشافي. راح الاهلي انا بحب الزمالك يا بك. هو ده الاحتراف. المشكله ايه المشكله؟ بس انا في نقطه عاوز اعلق عليها. كمال الاسطوره ذات نفسه يا كمال مواقع للنادي يا بك. مش كمال مضى للاهلي. مش كمال مضى للاهلي. مش كمال ده مضى للاهلي. محمد مضى للاهلي. طيب وليه؟ بعد كده ما قال لك ما اقدرش اكمل. محمد ما اقدرش اكمل. الملف ده وقته خلص. لا في معلومه عاوز اقولها. آه. كهربا قال انا مع امام عاشور عشان نخليه في حته تانية. آه. هو حضرتك انت طب ما انت مهاجم درجه رقم 3 في الاهلي، ما تودي نفسك في حته تانية بدل ما تتكلم على امام عاشور. في شكرا. بعد يا باكا نحن نهينا هذا الملف بخلاصته. لو تكرمتوا يا جماعه بلاش رجع كما وصلت للحالات الاشتباك. لا بس في حد